كان الاستاذ علاء اسحاق رئيس النادي المنتخب الصحفي. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. تعالى بص هاج انت. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اتفضل. انا في هذه الليله اسعد ضيوفنا الاعزاء ضيوفنا الكرام اعضاء مجلس اداره نوبا دور. الحقيقه نوبا دور يعني النهارده عرفت كتير كتير جدا عن نوبا دور. بشوف الصفحه نوبا دور فاكرها صفحه اغاني صفحه ثقافه صفحه مش عارف ايه. كنت بمشي النهارده انا بقول نوبا دور ليها اسم تاني اسمها وزارة نوبا دور للتضامن الاجتماعي. الشجرة اللي احنا شفناها دي وأثمرت عن خيرات كثيرة تقدمها نوبا دور هي حاجة تبهر، وأنا بكرر الشكر والتقدير والاحترام والاعتزاز لأعضاء مجلس إدارة نوبا دور اللي شرفونا النهاردة وفتحوا لنا آفاق الخير. أنا بقول إن دي وزارة التضامن الاجتماعي، سبتوا أنتوا للتضامن الاجتماعي. الحمد لله ربنا وفقكم، وإن شاء الله ستستمروا استمرار كبير جدا وهتتوسع نوبا دور في هذا العمل الخيري اللي احنا شفناه. ايضا يهمني ان انا اشكر استاذ مرسي على تدبير هذا اللقاء الممتع مع نوبا دور مع رجال النوبه في القاهره وقامات النوبه في القاهره ورؤساء النوبه في القاهره. فبكرر الشكر لهذه الدار رابطة توماس اللي أعلنها الحاج أحمد إسحاق ربنا يرحمه سنة 2014 في العيد المغربي أن توماس لكل النوبيين، وهذا يتحقق سنويا في هذه الرابطة. الآن إذا كان لي كلمة بسيطة عن النادي النوبي الثقافي، فأنا برضو بأشكر جمعية أبو سمبل اللي كنا بنعمل عندها الاحتفالات السنوية في النادي النوبي الثقافي، وبشكر عليها توماس اللي استضافت النادي النوبي الثقافي السنة اللي فاتت، وهذا العام بكرر الشكر للأستاذ حسام رمضان جمعية جدة النوبية الخيرية لاستضافة النادي النوبي الثقافي. وعايز أعرف إن في اسكندرية إن شاء الله في نادي النوبي الثقافي بنحن نعمل. نادي النوبي الثقافي بيكرم الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا جدا وامتياز من الجيزة، محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة. بقية المحافظات طبعا بتكون كل محافظة لوحدها. هذا العام احنا كرمنا في جمعية جدة عند الأستاذ حسام حوالي 8 دكتوراه وحوالي 12 ماجستير، والباقي بقية 70 كلهم مؤهلات عليا ودكاترة ومدرسين، و8 و6 دبلومات عليا وبتاع. إن شاء الله يكون لنا في اسكندرية تحت رعاية نوبا دور أيضا تكريم للمتفوقين اللي احنا بنعملها في القاهرة تحت مسمى يوم التفوق النوبي، يوم التفوق النوبي والتفوق النوبي. إذا كنا كرمنا في العام متوسط 40 و16، النهارده كرمنا 640 مؤهل جامعي ودكتوراه وماجستير. ده نبذة بسيطة عن النادي النوبي الثقافي.
وأرجو إن الموضوع دول تبادلوا يكون في برنامج أيضا نوع من الخير ونوع من التشجيع ونوع من زيادة الترابط وما لازم نكون تعملون يوم ثقافي للتكريم ونكون معكم في القاهرة ونكون معكم في السندرية وما إلى ذلك. أرجو ده من أعمال الخير إن كنت تشجعوا المتفوقين وتشجعوا الدكتوراه وتشجعوا الماجستير، لأن في عندنا في ناس كرمناهم في الثانوية العامة خدوا ماجستير، كرمناهم في الماجستير خدوا معاهدة عليا جيد جدا، كرمناهم في المعهد العالي خدوا ماجستير، كرمناهم في الماجستير خدوا دكتوراه ويناقشوا دكتوراه في مجالات العلمية وكذا. برضه إن ده يكون معاكم إن شاء الله في الخطة المستقبلية لنوبة دول، وشكرا لوزارة نوبة دول للتضامن الاجتماعي. شكرا. تحية للأستاذ علاء إسحاق.